كلمهم شويه. وانت 10 كابتن عبد الرحمن. عبد الرحمن مش وقته، مش وقته، ان شاء الله ربنا معاك يا بطل. مش عارف اكلمك، انا مش عارف اكلمك. بص الولد، ربنا معاك يا بطل. يا عم يلا سلام. العالم يا عدو. محدش يقرب بقى، محدش يقرب ويخش، محدش يقرب يا جماعه. ادوا له عالم يا عدو. فينك انت؟ انت عمال تقرب. انا معاك، انا ماليش دعوه بالصحافه النهارده. انا ماشي، ما تقربش برضك لو معاه ما تقربش. انا معاك، انا بقول لك لو معاه ما تقربش. بس بعيد لو معاه ما تقربش. اسمع اللي بقول لك عليه. ما بدو، انا مش عايز اخد صور والله، مش عايز اخد صور والله، باخد من ستات. ده ما هضربش الكابتن التجهيزات دي صاحب مترو الانفاق لاول مره. وسعوا له يا جماعه بس والنبي لو سمحتوا. كل دول جايين يدعموه طبعا. كل الناس بتقول يا رب. يلا يا جماعه يلا افتحوا. ابراهيم افتحوا سيف. ابعد عن الكاميرا دي، لو هتطول حد هتموت الناس دي كلها. تليفوني معاك ها؟ لو كلنا مع بعض واحد. هذا كله هيبقى فينا فوق. ربنا معاك يا كابتن. من عند الحبل. طب قول للناس يا عم. بس اخرك كده، خليه يجيبه هنا وخرجني من هنا.
واللي هناك عشان الناس اللي وراه 750. انت ماشي في النص يا كابتن ما تخافش، انت في النص مالكش دعوه بالكهرباء. كهرباء الناحيه دي عشان كل اللي الظهر ده كهرباء. عشان يا جماعه خلينا كله يجي لي هنا لو سمحت يا فندم. يا باشا كل اللي ورا ده يجي لي هنا لو سمحت. يلا 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 ظهر الكهرباء كابتن. يا بكره انا ناصر يا جماعه مطلوب منك معلش انا اسف انا ناصر. ربنا يعينك ركز يا